يا بابا خير؟ ست انصاف كلمتني وخضتني، قالت لي ان انت متضايق. انت ما قابلتش ميس ناديه ولا ايه؟ لا قابلتها، قلت لها خلاص كل حي يروح لحاله. كل واحد يروح لحاله ازاي بس يا عمي؟ اذا كانت الست بنفسها قالت لي ان كلام اخوها ده ما يفرقش معاها خالص وانها بتحبك. هي حره تحب زي ما هي عايزه، انا خلاص ما بحبهاش ومش عايز حد يكلمني في الموضوع ده تاني. يسلم فمك، دي وشها يقطع الخميره من البيت. انا بالصراحه من اول ما شفتها ما ارتحتلهاش. بابا انا مش فاهم حاجه، ده مش كلامك. ما كلام مين؟ انا قلت ما بحبهاش يعني ما بحبهاش. بابا بابا بقول لك يا جميله، ما تاخدي الست انصاف وتروحيها عندي. حاضر، وانت لو عوزت حاجه كلمني. ماشي، يلا يا ست انصاف عشان اروحك. لا لا لا، انا مش عايزه اروح. يعني ايه مش عايزه تروحي؟ ما ينفعش هنا غير مرافق واحد بس. برضك مش هروح. لما عايزه تروحي فين؟ انت تعرفي بيت اللي ما تتسماش ديت؟ افندم، يا ترى بقى ايه الحكايه الجديده اللي جايين تحكوها النهارده؟ اصل العيله دي غاويه تاليف. مش هنعطلك يا ميس ناديه، ممكن خمس دقايق بس تسمعي فيها الست انصاف؟ اتفضلوا. الشديد القوي اللي جابنا. ويا ترى بقى ست انصاف هتحكي ايه النهارده؟ ادينا فرصه يا ميس ناديه، مش هتخسري حاجه. بصي بقى يا ست، انتي انا بصراحه كنت ناوي احفظ السر اللي قال لي عليه سعليوه، بس لما لقيته وقع وترمى الرميه السودا ديت قلت لا هخلص ضميري واقول. بتقول ايه الست دي؟ ممكن من فضلك تديها فرصه وتسمعيها للاخر. هو بعد ما رجع من عندك في الليله الغبره اياها دي جاله واحد طويل وعريض، بالصراحه انا معرفوش بس من الكلام فهمت. انا جاي لك البيت النهارده مخصوص عشان اعتذر لك على الموقف اللي عملته معاك، وعشان اقول لك انك راجل محترم جدا وان ناديه مش ممكن تلاقي حد زيك. ازاي طردتني من البيت وازاي جاي تقول الكلام ده؟ هو كان في حاجات مش ممكن اقدر اقول لك عليها هناك علشان ما اجرحش ناديه. ايه ده؟ دي صوره من التقرير الطبي بتاع ناديه. الدكتور قال لنا قلبها بيعمل بكفاءة ضعيفة جدا وعملت عمليتين في القلب، وحذرنا من أي مجهود ليها ونبه عليها هي مخصوص لا ما ينفعش تتجوز. خلي التقرير معاك واعرضه على أي دكتور بتثق فيه أنت شخصيا. بس نادية ما جابت لي سيرة حاجة زي كده خالص. بتكابر بالكابر يا أستاذ. أنا عارف إنها بتحبك وعارف كمان إنك بتحبها جدا، علشان كده لا يمكن تسمح بأي أذى ليها. أنا بوعدك إني ما أشوفهاش تاني، مش هخليها تفكر فيا تاني. وأنا أوعدك إن طول حياتي هفضل أحترمك عشان الموقف ده. سلام عليكم. عليكم السلام. ست انصاف. نعم. الكلام اللي سمعتيه ده مفيش مخلوق ياخد بيه خبر، فاهمة؟ حاضر. ادي يا ست التقرير اهو. ايه ده؟ هو ازاي استاذ وجدي عرف بيت حمايه؟ انا اللي اديت له العنوان لما قال لي انه عايز يسال عليه قبل ما يقابله.
بصي بقى، هو سعلوه ما كانش عايز يتكلم عشان كان خايف عليك اللي هيحصل لك حاجه، بس انت لو سكتي هو اللي هيجرى له حاجه، وما دام كده كده مش هتتجوزه يبقى على الاقل ما يبقاش حاسس بالذنب، احسن تكوني فاكره يعني ان هو رفض يتجوزك. ومين قال لك بقى ان احنا مش هنتجوز؟ التقرير اللي في ايد حضرتك. ومين قال لك برضه ان التقرير ده صح؟ عن اذنك كده ابويا، لحظه واحده. ازيك يا والي؟ ازيك يا كبير؟ عفر يا شبح، من يد من عدمها يا كبير. في مصلحة كده يا والي مش هيقضيها لي غيرك. رقبتي. انت مش خارج بكفالة بكرة؟ ان شاء الله، بس لو عايزني اقعد معاك اقعد على طول. ياض ما تستغباش، تقعد ايه يعني هتأنس بيك؟ انا عايزك توصل رسالة لواحد. مين الواحد ده يا كبير؟ واد اسمه صبري كتاوت، هتلاقيه متلقح في غرزة السلموني، عارفها؟ اه عارفها. هتروح له وتقول له شماندي بيمس عليك من الحجز وبيقول لك الزيارة وجبت. هو بياكلش ولا وسام عبد العزيز؟ رافض الاكل تماما، بتحايل عليه وهو رافض. سامع يا بابا؟ طب الكلام ده مش هينفع يا استاذ علاوه، لازم تاكل. سيب موضوع الاكل ده عليا يا دكتور، من فضلك بس قول لي صاحب التقرير ده حالته ايه؟ ده ايه ده يا مس نادر؟ هتشوف دلوقتي يا عبد العزيز. الحاله كويسه ومفيش اي حاجه تلفت النظر. يعني صاحب التقرير ده يقدر يتجوز عادي؟ اه طبعا يتجوز عادي. ميرسي يا دكتور. شويه يا عبد العزيز. مش فاهم حاجه. هفهمك شويه. شفت بقى يا علاوه؟ انا بعمل تشيك اب دوري كل سنه، وجدي ضحك عليك عشان يبعدك عني. يعني انت ما عندكيش اي مشكله في القلب؟ ما عنديش اي حاجه في القلب خالص، بس هيبقى عندي لو ما قمتش حالا دلوقتي عزمتني على عشاء بره، عشان انا هموت من الجوع، بقالي يومين ما اكلتش. ايه ده، بقالك يومين ما اكلتيش؟ لا احنا هنعلق لك جلوكوز بقى، على فكره في المستشفى هنا بيعملوا جلوكوز 100 100، مش كده بابا؟ قوم بقى.